السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني اليوم إن شاء الله يعني نصيحة أكثر من هي شرح ودرس تعليمي. النصيحة هي إنه أنت لازم تفحص كل محرك بيجيك للورشة، مهما كان شكله إنه محروق أو مبهدل أو شيء من هذا القبيل، فالأفضل إنك تفحصه قبل ما تبدأ تقطع وتلف، على أساس أنه أنت تتأكد أن المحرك محروق بده لف، فبتبدأ بلفه. إذا مش محروق بده تصليح أو بده أي شيء تباشر في العمل، وتكون طبعا الرزقة حلال والحمد لله رب العالمين. يعني مثلا عندي هذا المحرك، أنا اليوم أجاني طبعا غرقان مية، لما أنا فتحت البوبين وسحبت الستيتور كان غرقان ماء. لاحظوا أثر الماء هون، طبعا عبالي الارض في الورشه من المي. لاحظوا من جوا الصدى والمحرك، لاحظوا من هون من الداخل قديش في ماء. طبعا هو تبع مضخه ماء قويه تضغط بار عالي. طبعا البوبين كان مصدع على الاخر، يعني انا نظفته بالفرشاي وكل شيء تمام، وفحصت الامبير على المحول. زي ما انتم عارفين ان انا عندي محول بفحص فيه، اعطاني امبيرات متساويه على الفازات، وفحصت مع الجسم طبعا ما اعطاني توصيل مع الجسم، فانا حطيته على التسخين ونشفته وكل شيء تمام. والان بدي انظف الستيتور من الداخل، حديد الستيتور من الداخل هذا الصدى، واجمعه واحاول اني اشغله لعل وعسى انه يشتغل. طبعا اذا اشتغل خلاص تمام. لاحظوا المية دخلت من هون عند فتحة الاسلاك، لاحظوا هذا الابيض من اثر الماء، طبعا هو مازال سخون. الان انا بنظفه، طبعا بنظفه بالدريل وعلى راسه مركب الفرشاي انا، طبعا شوي شوية، وبدي انتبه على اساس اني ما اجرح سلك بالفرشاي، بس الحديد انا امشي على الحديد هون انظفه ان شاء الله. خلوني انظفه وارجع لكم انا. طبعا بس حابة اورجيكم انا كيف بننظفه بالفرشاي. طبعا بدخل الفرشاي انا هيك طبعا ننتبه انه ما نضرب الحديد، ما نضرب السلك يعني لغاية راس الستيتور من هون باب المجرى. خلوني انظفه انا وارجع. طبعا انا هيك خلصت تنظيفه بالفرشاي، والان بدي اغسله بتنر. طبعا نغسله مرة او مرتين على اساس انه كل الصدى الموجود فيه يخرج منه. طبعا اذا اشتغل معنا كان بها، ما اشتغلش معنا يعني اقل ما فيها اننا نظفناه ونوفر على حالنا بعض الوقت. خلوني اغسله انا بتنر وارجع لكم ان شاء الله. طبعا انا غسلته بتنر، وهي المي تبعته او بواقي التنر، وان شاء الله الان بدهن شوية ورنيش وبجمع على اساس اني اشغل ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا انا جمعته الان وبدي اجرب واشغله. طبعا راح اشغله على واحد فاز، بنوصل معاه مكثف، طبعا مكثف كبير شوي على اساس انه بس نخليه يقلع، وبعدين نفصله المكثف طبعا زي ما انتم عارفين. الان بنشغل بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الان اشتغل. راح انقل على الفاز الثاني، هاي الامبير تقريبا 4 امبير، راح انقل على الفاز الثاني على السريع. راح ننقل طبعا على فاز ثاني على السريع. نقلنا على فاز ثاني، هاي الامبير نفس الامبير، وننقل على الفاز الثالث. نقلنا على الفاز الثالث طبعا نفس الامبير. طبعا الحمد لله هيك بيكفي خلاص. خلوني اطفي. الحمد لله المحرك اشتغل تمام التمام وكل شيء فيه تمام.
هاي هي اخواني، يعني انتوا لاحظتوا انا لما فكيت المحرك عبى الدنيا مية والارض مي، فكان غرقان بالمي. لاحظوا يعني انتوا مكان دخول الماء من هون عند الاسلاك، لاحظوا قديش في هذا الابيض كله نتيجة المية لما تيجي على الالمنيوم البودي، فكان غرقان مية. ولاحظوا حتى البرغي طلعوا قديش مصدي، دليل انه المية راكدة فيه كم فترة زمنية. لكن الحمد لله انا نشفته ودهنته ورنيش طبعا، وغسلته بتنر زي ما انتم شفتوا، وشغلته وهيو شغال المحرك تمام التمام بكل اريحيه، والحمد لله رب العالمين. هاي هي اخواني، انا نصيحتي انه انت حاول افحص المحرك، او مش حاول، لازم تفحص المحرك قبل ما تبدا في لف، على اساس حتى لو منظره بوحي لك انه محترق او انه مليان ميه او كذا زي ما انتم شفتوا. يعني هذا المحرك ممكن يكون اجى عليه ميه وتعبى ميه، لكن ما وصلوا له كهرباء، عشان هيك ما احترق. ممكن ركنوه على جنب، او كان في الشتاء او المطر، لكن ما وصلوا له كهرباء، وبعدين جابوا لي اياه على اساس انه احنا نلفه. لكن زي ما انتم شفتوا الحمد لله شغلناه وكل شيء اشتغل تمام التمام، وهيك احنا بناكل رزقتنا بالحلال وما في اي شيء، وبتاخذ منه اجره بسيطه للزبون على قد ما انت اشتغلت، وبتضمن انك هيك اكلت رزقتك بالحلال وطعمت ولادك حلال. هاي يا اخواني، ما بنطول اكثر من هيك، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.